الأرصاد الجوية انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الاثنين. مصراوي تنشر مواعيد قطع الكهرباء في رمضان. استنفار أمني بالسويس في الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو. مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة. تمرد تدعو السويسل للاحتفال بذكرى 30 يونيو في ميدان الشهداء. محلب يحث المصريين على العمل خلال شهر رمضان.